بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الأحبة، أيها العاشقون، أينما كنتم في هذه اللحظات، في أي بقعة حللتم، أين كانت وجهتكم، وجهوها نحو كربلاء المقدسة، وجهوها إلى أرض الطفوف. تعالوا جميعا لكي نحلق في فضاء كربلاء، فضاء نينوى، فضاء الحسين سلام الله تعالى عليه وأخيه قمر العشيرة أبي الفضل العباس. بداية تعالوا لكي نسلم على إمامنا، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء إن شاء الله. جميعا بقلوبكم وبأرواحكم بكل مشاعركم توجهوا نحو الحسين سلام الله عليه، وقولوا بقلب من قلب عاشق وله لزيارة المولى روحي فداه. قولوا: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك سيدي وعلى الملائكة الحافين حول قبرك الشريف، السلام عليك سيدي وعلى الزائرين الذين يطوفون حول مقامك الشامخ المنير، السلام عليك وعلى الأنبياء الصاعدين النازلين إليك، السلام عليك سيدي يا حسين ابن علي ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم تعالوا لكي نسلم على مولانا ساقي عطاش كربلاء، الإمام السيد العبد الصالح أخو الحسين، ظهر الحسين، صاحب راية الحسين، حبيب الحسين بن علي. تعالوا لكي نسلم على قمر العشيرة أبي الفضل العباس، وقولوا معي: السلام عليك يا قمر العشيرة، السلام عليك سيدي وعلى أختك الحوراء زينب، السلام عليك سيدي وعلى أمك أم البنين سلام الله عليها، السلام عليك سيدي وعلى عينيك الشريفتين، السلام عليك سيدي وعلى يديك الطاهرتين، السلام عليك سيدي وعلى هامتك الشامخة، السلام عليك سيدي وعلى قربتك المملوءة جودا وإباء، السلام عليك سيدي يا ساقي عطاشا كربلاء، السلام عليك وعلى نورك الساطع، السلام عليك وعلى الملائكة الحافين حول قبرك الشريف ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم السلام عليكم أنتم
يا شيعة أمير المؤمنين ويا شيعة الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه، السلام عليكم من أرض الطفوف أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على قلوبكم، السلام على أرواحكم، السلام على عيونكم الشاخصة نحو كربلاء، السلام على أبدانكم التي هي في بيوتكم ولكن الروح هامت وحامت حول مرقد الحسين بن علي. السلام عليكم أيها العاشقون، السلام عليكم أيها العاشقون، السلام عليكم أيها العاشقون لصبط رسول الله صلى الله عليه وآله الحسين بن علي عليه وعلى أئمتنا أفضل الصلاة والسلام. في هذا اليوم نقف إجلالا مرة أخرى أمام عظمة مولانا المقدس أبي عبد الله الحسين. في هذا اليوم نقتبس من نور الحسين شعاعا يملأ هذه الروح حبا وكرامة وعزة وشموخا وطهرا، نتزود من طهر الحسين سلام الله عليه، لأننا نشعر بالحنين نحو الحسين، ولأننا نشعر بالتقصير في حق الحسين سلام الله عليه. جعلنا هذا البرنامج ليكون صلة وصل بين العاشقين وإمامهم. هذا العاشق يود أن يخبر الحسين بكلمات اختزنها في قلبه، يريد أن يعبر للحسين عن حبه وعن اشتياقه وعن عشقه للمولى سلام الله عليه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله في كل موطن يعبر عن حبه للحسين: حسين مني وأنا من حسين، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، الحسين ريحانتي من الدنيا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: رسول الله علمنا حب الحسين، علمنا عشق الحسين، علمنا ود الحسين سلام الله عليه، ولكن البعض منا هو بعيد عن الحسين، يشتاق للمولى روحي فداه، يشتاق للجلوس مع هذه الجموع الجالسة الآن وأنا أراها أمامي بين الحرمين، هؤلاء الذين يمشون عندما يخرجون من المولى أبي عبد الله الحسين ثم ينتقلون إلى أخيه العباس، أو أنهم يخرجون من العباس سلام الله تعالى عليه ليأتوا الحسين بن علي. كل فرد منكم يتمنى أن يكون من بين هؤلاء، لذلك هذه الأرقام الظاهرة على الشاشة هي لكم لكي تسمعوا الحسين سلام الله تعالى عليه ما تود أن تقولوه، نشارككم لهفتكم للمولى، نشارككم حبكم وعشقكم ومودتكم. أتزود أنا منكم ومن هذه الكلمات التي تخبروها وتخرج من أرواحكم قبل أبدانكم لتصل إلى فضاء كربلاء ويسمعها المولى، يسمع هذا الشوق وهذا الحب وهذا الاشتياق. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ينظر إلى الحسين بن علي وقد دخل إلى المسجد فيقوم من على منبره ويسرع إلى ولده الحسين سلام الله عليه، يحمل الحسين بين يديه، يقبله، يشمه، ثم يلتفت إلى من حضر هذا المجلس ويقول لهم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا، حسين سبط من الأصباط. أيها الأحبة، أنا على علم بمدى اشتياقكم للمولى، لأنني أنا أيضا أعيش خارج العراق،
وقلبي دائما وأبدا معلق هنا، معلق بهذه الأرض. فقررت في هذا اليوم أن أجعل هذه الخرقة، أن أجعلها وأكتب عليها أسماءكم، أسماء المتصلين الذين يودون أن تتبرك أسمائهم، أسماؤهم بالوصول إلى المولى سلام الله تعالى عليها. الأخوة مريم من البصرة، سلام الله عليك. سلام الله عليكم. الأخوة مريم سلام الله عليك. لك واحد لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا أبا عبد الله. لك يا عباس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا مولاي. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا قمر بني هاشم يا بن سلم العباس. إذن الأخت مريم فالحسين سلام الله تعالى عليه تهوي إليه القلوب والأرواح وتعشقه الأفئدة، كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله يعبر عن حبه للحسين سلام الله عليه. يكون رسول الله ساجدا فيأتي الحسين ويصعد على كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله فيطيل رسول الله السجود. طبعا هناك من يتصل، وأنا أقول فقط الواتساب. سيد جواد سلام الله تعالى عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أشترك من برنامج أخي؟ تفضل سيدنا، تفضل يرعاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نعزي صاحب العصر والزمان والمراجع الكرام وشيعة أهل البيت ومحبين أهل البيت لهذا المصاب الجلل وهو مصاب سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. عظم الله لك الأجر. سألين الله لحق محمد وآل محمد أولا أن يجعل بلدنا في أمن وأمان، وأن يكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارق أطرقنا بخير. داهي آمين. برحمته وعفوه وعطفه أنا أخاطب الإمام الحسين أقول له السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا أبا الأئمة الهادين المهديين، السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة، السلام عليك يا صاحب المصيبة الراكبة، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى الأئمة المعصومين من دنيك. أشهد لقد طيب الله بك التراب وأوضع بك الكتاب وجعلك وأباك وجدك وأخاك وأمك وبنيك عبرة لأولي الألباب يا ابن الميامين الأطياب التالين الكتاب وجهت السلام إليك صلوات الله وسلامه عليك وجعل أسئدة من الناس تهوي إليك ما خاب من تمسك بالسياسة يا مولا يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى ابن عمك مسلم بن عقيل، السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب، السلام عليك وعلى ولديك العليين الشهيدين، السلام عليك وعلى الملائكة الحافين بقبرك، السلام عليك وعلى زوارك، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله. في الواقع شيخنا يعني الإمام الحسين إلى وقع عظيم في هذا القلب، لأنه إنسان ضحى من أجل الدين ومن أجل المبادئ. وأنا أريد منك يا شيخنا أن تكلم كل من يرفض الحسين وخاصة من علماء الوهابية
الذين للأسف الشديد تجد يقول بأنه أنا عالم ولكن يقيم يزيد على حساب الحسين. رجاء شيخنا العزيز أن تقول لمفتي السعودية الذي يقول بأن يزيد هو إمام المسلمين. يعني رجاء شيخنا أن تتكلم بكل وضوح وبكل بدون يعني إحنا ناس الحمد لله والشكر لا نبحث عن الطائفية ولا عن الطائفية، ولكن الحقيقة أين يزيد وأين الحسين؟ ينظر العالم إلى الحسين ومن هو الحسين وابن من الحسين. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أريد أن أجاوب الإخوان اللي يتفون وأشكرك شيخنا العزيز. حياكم الله سيدنا، طيب الله فاسك إن شاء الله. الحسين سلام الله تعالى عليه هو عظيم منذ أن خلقه الله ومنذ أن أوجده الله سبحانه وتعالى، أظهر عظمة الحسين سلام الله تعالى عليه لهذه الأمة ولبريته ولخلقه أجمعين. لعلنا نرى شذرات وأمر جزئي بسيط جدا من عظمة المولى في هذه الأيام والليالي، ولكن سيأتي ذلك الزمان الذي نرى فيه حقيقة عظمة المولى سلام الله عليه، عندما نقف هناك في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام على الحسين. السلام على الحسين. تفضلوا أسمعكم، تفضلوا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله. أنا بالفضل أكبر. السلام على أختي حواء زينب. شيخنا دعينا يزور لنا زيارة خاصة الإمام الحسين، سجلنا من زوار السنة ما جينا السنة. إن شاء الله أمي. إن شاء الله. إن شاء الله تكونون من ضمن الزوار إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله. دعينا إن شاء الله شيخ. إن شاء الله. توفيق الإمام. إيه. الله يبارك فيك إن شاء الله. ليش ما جينا زيارة وما خلونا نروح. إن شاء الله تروحون وتصلون إلى المولى. إيه والله تعيدنا تزورنا زيارة خاصة يوم الأربعين إن شاء الله. على عيني. يسجلنا. على عيني أمي. يتصل العباس وطل حضرته من عندك إيش تريد بس على الفخذة راع الشدايد وفاي لا ما يرك شاي بس على الفخذة. الله. لبيك يا حسين لبيك يا حسين. لبيك يا أبا عبد الله إن شاء الله تصلي وتقفين بين الحرمين. ثم تنتقلين إلى المولى العباس سلام الله تعالى عليه وتلمسين ذلك الضريح المقدس. أنا أدعو لكم كلكم جميعا، أدعو لكم فردا فردا واحدا واحدا أن تصلوا إلى أرض الطفوف وأن تقفوا بين يدي الحسين سلام الله تعالى عليه، وأن تعبروا بأنفسكم عن حبكم واشتياقكم، تعبروا عن مدى العشق الذي تحملونه للمولى سلام الله تعالى عليه، تخبرونه بكل ما في قلوبكم. أنا أعرف بأنه الكثير الآن، الملايين الملايين، على الرغم من أن الملايين قد وصلت ولكن هناك أيضا ملايين لم تصل إلى الحسين سلام الله عليه وهي ترغب بالوصول. هناك حيث تجلسون وأنتم تذرفون الدمعة حبا وولاء واشتياقا للمولى سلام الله تعالى عليه. الأخت هبة من البصرة تفضلي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجوركم. عظم الله لك الأجر. عظم الله لك الأجر. ممكن أنتي وسيدي مولانا الإمام حسين عليه السلام. تفضلوا. السلام عليك سيدي مولانا أبا عبد الله. السلام عليك ابن محمد المصطفى. السلام عليك ابن علي المرتضى. السلام عليك ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا سيدي مولانا أبا عبد الله وعلى أخيك أبو العباس ولا أخيك الحوراء زينب عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقال لي تعاود زيارة شيخنا. الله يعزك إن شاء الله. نطلب من عندك الدعاء بقضاء حاجتنا حوالي جميع المؤمنين والمؤمنات، ويا ريت يسجل اسمي واسم أختي جميلة جميع المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله. بحق محمد وآل محمد، أي شيء جعلتموه بين أيديكم في هذه الليلة تتضرعون به إلى الله سبحانه وتعالى وتقسمون عليه بحق المولى بحق الحسين سلام الله عليه، من خلال هذه الكلمات هذا اليوم علقوا قلوبكم نحو الحسين،
جميع من يشاهد هذا البرنامج في هذه الليلة توجهوا نحو المولى، قولوا له: يا أبا عبد الله، نود الوصول إليك ولكن لم نوفق هذا العام، لذلك أنت كريم يا ابن رسول الله، أنت كريم ابن كريم، أمك فاطمة وأبوك أمير المؤمنين وجدك رسول الله صلى الله عليه وآله، يا أبا عبد الله سجل أسماءنا من ضمن زوارك، فإن القلب عاشق وأنت تعلم سيدي أننا من أحبابك وأننا من شيعتك وأننا من أودائك، فيا أبا عبد الله اكتبنا من زوارك. من بغداد تفضلوا، سلام الله عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا، لو سمحتوا فقط اسمعوني من الهاتف، ويا ريت التلفزيون تنوصوه أكون لكم من الشاكرين. احنا ما رحنا للزيارة، أريدك تزورني. بلي تفضلوا، زوروا الحسين سلام الله عليه. أريد الشيخ نزور زيارة خاصة. احنا بس أريدك تزور زيارة وتدعي. إن شاء الله إن شاء الله سأدعو لكم. الإمام حسين أبواك أنا السلام. إن شاء الله تعالى، بإذن الله تعالى. والأم هم يعني إذا تقدر. إن شاء الله. يا رب الإمام حسين لديك يا حسين. إن شاء الله أنا أدعو لكم أن تصلوا إلى المولى أنتم بأنفسكم إن شاء الله في القريب العاجل، وأن تدعوا بما تريدون. الله يحفظكم إن شاء الله. نسألكم الدعاء. الله يسلمكم. الله يحفظك شيخنا. الله يسلمكم، في أمان الله، مع السلامة. لذلك أنا أقول، طبعا هناك اتصالات من الأخت العلوية القزوينية، أيضا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغكم الوصول، وأيضا هناك اتصالات، فقط أنا أذكر الأسماء، يقولون شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نقدر نزور معكم، إحنا من ألمانيا. نعم لا شك أنكم تقدرون على ذلك. أيضا أخت علوية القزوينية كما ذكرت. إذن أيها الأحبة، الحسين سلام الله تعالى عليه شعاعه يخترق القلوب والأرواح والأفئدة، كلنا معلقون بالمولى سلام الله تعالى عليه. رسول الله عندما يقول حسين مني وأنا من حسين، هو يود أن يقول لنا جميعا أنه لولا النبي لما قام ثورة الحسين، ولولا الحسين بن علي لما بقي ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله. الحسين قام من أجل أن يحيي هذا الدين العظيم. سيد علاء من البصرة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا. السلام عليكم سماحة الشيخ. حبيب قلبي، عليكم السلام ورحمة الله. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى سيدي ومولاي أبا الفضل العباس قمر العشيرة حامل لواء كربلاء المقدس وساقي عطاشة كربلاء. سلام الله. وباب الإمام الحسين سيد الشهداء أبا الأحرار وكفيل مولاتي زينب الكبرى بطلة كربلاء وجبل الصبر وكعبة الأحزان. سلام الله عليك. وهنيئا لخدام وزوار الإمام الحسين من جنوب العراق إلى شماله، هنيئا لهم. أي والله. خدمة زوار أبا عبد الله الحسين والذين أتوا مشيا على الأقدام نحو كعبة العشق الإلهي. أيوة. أبا عبد الله سيد الشهداء، ونسأل الله أن لا يحرمنا من خدمة وزيارة الإمام الحسين، فكما قال رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن الله إذا أراد بعبدا خيرا خلق في قلبه حب الحسين وزيارته. أيوة. نسأل الله أن يجمعنا مع الحسين وآل الحسين في الدنيا والآخرة قلبا ونية وفعلا بحق محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام سيدنا، طيب الله أنفاسك، وإن شاء الله سنكون إن شاء الله في يوم القيامة. تعرف في الرواية الشريفة، دققوا فيها أحبتي،
في الرواية الشريفة عندما يأتي ذلك اليوم المهول، ذلك اليوم العصيب، كل من يقول نفسي نفسي إلا فاطمة سلام الله عليها. فاطمة مولاتي تقف على باب الجنة، لا تدخل، فيقول الرب تعالى لما لا تدخلين يا فاطمة؟ فتقول ربي شيعتي. عند ذلك تقوم فاطمة سلام الله عليها فتلتقط محبيها وشيعتها كما يلتقط ذلك الطير الحبة الجيدة من الرديء. فاطمة روحي فداها هناك، تلتقط محبيها وشيعتها. الأخت فريال من بغداد سلام الله عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. عظم لنا لكم العيش في المصابة عبد الله الحسين. ولكم الأجر إن شاء الله. سيد شيخنا، أنا أريد تنزعيلي، يعني العام جيت زرت الإمام الحسين وقمرادي، وهالسنة ما أقدر أجي أزور، أريد تنزعيلي. إن شاء الله أنا أدعو لك أن تصل إلى الحسين سلام الله تعالى عليه. العام تنزعي قبة الحسين وطاني مرادي، وهالسنة ما أقدر أجي. إن شاء الله إن شاء الله. لبيك يا حسين. لبيك يا أبا عبد الله. سلموا على الحسين باعتبار أنكم اتصلتم ووصلتم، سلموا على المولى سلام الله عليه. السلام على أبا عبد الله الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين، السلام على أبو الفضل عباس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسنتم، بارك الله فيكم، وإن شاء الله تزورون. أنا أعرف أن الأشواق كبيرة. الأخ أحمد من بابل سلام الله عليك. عليكم السلام أحمد. عظم الله أجرنا وأجركم. عظم الله لك الأجر حبيبي. ذكرى هذه الزيارة العظيمة، زيارة الإمام الحسين عليه السلام. سلام الله عليه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم حفظهم أنت أول ظالمين، بلعن مني وابدأ بهم أولا ثم عن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد بن مرجان وعمر بن سعد وشمر بن زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك يا سيدي يا مولاي، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا الفضل العباس، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام على هذه الجموع الزاحفة إلى كربلاء المقدسة من كل حد من وصول. الإمام الحسين يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، اليوم تشهد كربلاء هذه الزيارة العظيمة، زيارة الأربعين، وهذه الأيام التي نمر بها الأيام العظيمة إلى الله سبحانه وتعالى، تمر على جميع المسلمين والشيعة اليوم من كل حد وصوب يأتون إلى كربلاء زحفا إلى كربلاء، وهذه الخدمة العظيمة خدمة المواكب إلى زوار الإمام الحسين عليه السلام. إن شاء الله مسددين وموفقين لكل خير وحفو الحسين. الأخت أميرة من الإحساء سلام الله عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظكم إن شاء الله. هذا الحسين أمامكم، زوروه وسلموا عليه، سلموا على المولى روحي فداه. وسلم على الآن لم أوفق ولا مرة لزيارة العراق. إن شاء الله توفقون في هذه الليلة. توجهي نحو المولى، توجهي نحو المولى، أقول له يا أبا عبد الله إن قلب مشتاق للوصول إليك، أفلا تأذن لي بالوصول؟ وإن شاء الله أنا على يقين متيقن أنه كلمح البصر أو هو أقرب تكونين بين هذه الجموع إن شاء الله، وتزورين المولى بحق محمد وآل محمد.
إن شاء الله. شكرا لكم الدعوة في كل زيارة تزورها لا تنسانا. إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير على الاتصال. الأخت زهراء من الكويت، سلام الله عليك. الأخت زهراء تفضلي، سلام الله عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بحنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على قطيع الكفين بن فضل العباس. السلام على الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، أرجوك أن تدعوني أن أحضر في الأيام المقبلة إن شاء الله لزيارة سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين وأخي أبي الفضل العباس عليه السلام، وشكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة. حياكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى في القريب العاجل أن تكونون بين هذه الجموع. الأخت هند من بغداد، سلام الله عليك. سلام الله عليك. الأخت هند من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله لنا ولكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء. عظم الله لك الأجر. كيف شيخنا؟ إن شاء الله بخير. حياك الله، الله يسلمكم إن شاء الله. نعزيكم ونعزي العالم الإسلام ومراجع العظام بذكرى 40 إمام الحسين عليه السلام. وأقول السلام على الشيب الخضيب. واوي. السلام على الخد السريب. السلام على المرمل بالدماء. السلام على خامس أصحاب الكساء. السلام على سيد الشهداء. يقول تمشي إليك توسلا خطواتي، وأعدها إذ إنها حسناتي، وددت لو إن الطريق لكربلاء من مولدي سيرا لحين وفاتي، لأنادي في يوم الحساب تفاخرا أثنيت في حب الحسين حياتي. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة لبيك يا أبا عبد الله. بعض الكلمات وبعض الزيارات مؤلمة. سلام الله عليك. الأخ ناظم من ذي قار، سلام الله عليك. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله حبيبي. الله يسعدك خويا، شلونك؟ تقبل الله أعمالك وعظم الله لك الأجر. عندما نسلم على المولى يبدو انقطع الاتصال، عندما نسلم على المولى بهذا السلام. بعض السلام مؤلم، عندما ندقق بهذه الكلمات يفتجع القلب. كيف نخاطب المولى ونقول السلام عليك يا صاحب الشيب الخضيب؟ السلام عليك يا صاحب الخد التريب. نتذكر ما جرى على إمامنا يوم الطفوف. شيبة الإمام امتزجت بدمه الطاهر وتخضبت بدمه الشريف. خد الإمام الذي لامس خد رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح تريبا على رمضاء كربلاء. مؤلم أن نسلم على الإمام ونقول السلام عليك يا صاحب الخد التريب. مؤلم أن نتخيل شيبة الإمام، تلك الشيبة النورانية، وقد امتزجت بدمائه الطاهرة الشريفة. الأخ علي، سلام الله تعالى عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لك ولنا الأجر والثواب والقبول للجميع إن شاء الله. عظم الله لك الأجر حبيبي، عظم الله لك الأجر. السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت ثناك وأناخت برحلك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار،
ولا اجعله الله اخر العهد مني لزيارتكم اهل البيت. الهي امين. حق محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى اخيه ابي الفضل عباس قمر بني هاشم، عظم الله لكم ولنا الاجر والثواب والقبول للجميع. عظم الله لك الاجر كذلك حبيبي، جزاك الله كل الخير وجعلك الله من الزائرين السائرين على نهج المولى سلام الله تعالى عليه. انتم جميعا. الاخ علي من العزيزيه سلام الله عليك. الو سلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله، تقبل الله اعمالك وعظم الله لك الاجر. رحم الله بك، اريد اسلم على الامام الحسين. تفضل سلم على المولى. السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين، السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء يا ابو فضل العباس. اريد ادعي واريد خلقه ما عندي. نعم مولا. اي عندي ما عندي ذريه وعلى واسك تدسني. نعم كتبت اسمك وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى ببركة المولى يرزقك ما تريد إن شاء الله. رحم الله والديك، والله العظيم ما قال إن شيء صار لي يومين وأريد أوصل وبس أريد أوصل. الله يعزك. ما أقدر أزور، خاف ما أقدر أزور. إن شاء الله تزور إن شاء الله. اليوم خاطب المولى، توجه بروحك بقلبك نحو الإمام سلام الله عليه وقل له سيدي بلغني زيارتك، وإن شاء الله أنت ما تعرف كيف رح تشوف نفسك إن شاء الله في زيارة المولى سلام الله عليه. السلام عليك يا ابو عبد الله الحسين، يا ابو عبد الله ارزقني زيارتك يا ابو عبد الله. لا يا امين بحق محمد وآل محمد. الاخت زينب من بغداد سلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وعظم الله لك الاجر. وياك زينب. وياك زينب عباس. حياكم الله اختي زينب. انا على الجو. تفضلوا. الو تفضلوا سلموا على المولى الحسين. عليكم السلام ورحمه الله. يا رب ان شاء الله يرزقنا زياره الحسين ان شاء الله. ان شاء الله. قولي فرحانه جدا تمشي لحسين. نعم. بالحسين ارتفعت الرايه. مو بس القدام تمشي لا والله. القلوب يمك تمشي مشرايه. الله الله. اقول السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. ونسألكم الدعاء والزيارة إن شاء الله، ويا رب إن شاء الله يحفظ زوار الحسين ويوصل حق الشعبي وغسلا على الدواعش إن شاء الله. إلهي آمين. بارك الله فيك إن شاء الله، وإن شاء الله يا رب يحفظكم ويوفقكم إن شاء الله. الله يسلمكم إن شاء الله، جزاكم الله خير الجزاء. الأخت زينب. الأخت الأخت أم باقر سلام الله عليك. الأخت أم باقر سلام الله عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام على عبد الله الحسين، السلام على أبي الفضل العباس، السلام على زينب الحوراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أزور الإمام الحسين لأن أنا السنة مريضة وما قدرت أزور الإمام الحسين. إن شاء الله أمي تزوري إن شاء الله في القريب العاجل، إن شاء الله أنت تزوري أنت والعائلة وكلكم تجون إن شاء الله. ان شاء الله، لان يعني انا كل سنه اخدم موكب الكربلاء، السنه تمرضت وما قدرت اجي ازور الامام الحسين. ولكن هذا الاجر مكتوب ان شاء الله، هذه الروحيه وهذه المحبه للحسين ومحبه للخدمه. المولى يعرف، المولى يعرف ما في القلوب وهو يشهد. والله يدري بي الحسين، كل سنه اخدم موكب الكربلاء، السنه ما قدرت لان مريضه، كلش مريضه. الله يمن عليك بالصحة والعافية بحق الحسين سلام الله عليه. إن شاء الله كل مريض في هذا الكون يناشد المولى، كل مريض، كل مهموم، كل غريب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي له كل الحاجات بركة الحسين. أم علي من بغداد. أي أي أم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
على بعد غلني غلني. السلام على الحسين على علي بن الحسين. اسمعني اسمعني من التليفون لو سمحت. على الحسين جزاك الله خير. وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين على أخي بالفضل عباس مطلع الكفين. وسلام الله على زينب الحوراء أم الخدر. يوم فدوى غديلك أنا صاحبة غلب مريض وما أقدر أمشي. سجل اسمي يما إن شاء الله ملكة الله أمشي للحسين. رحمة على والديك إن شاء الله. أمي تمشي للحسين إن شاء الله كل سنة وكل عام وكل لحظة تمشي للحسين إن شاء الله. ونصيف أحمد بالذرية الصالحة. رحمة على والديك محط ساميهم إن شاء الله. أمي إن شاء الله. أي والله إن شاء الله بحق عبد الله الرضيع سلام الله تعالى عليه. أنا في كل عام أقسم على الإمام بحق هذا القسم. في كل عام لكل من ليس لديهم ذرية ويسمعونني في هذه اللحظة توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى واقسموا علي قسم عظيم، قسم يبكي القلب والروح، ولكن هذا القسم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قولوا: إلهي نقسم عليك بحق تلك الدماء الطاهرة التي سالت من عبد الله الرضيع وهو على يدي أبيه الحسين سلام الله تعالى عليه، بحق عطش عبد الله، بحق مظلومية عبد الله الرضيع، بحق كل أنة أنها عبد الله الرضيع، بحق كل دمعة ذرفها الحسين على ولده الرضيع. إلهي أرزق كل طالب ذرية، ذرية صالحة مؤمنة تحب الحسين بن علي. وجهوا قلوبكم نحو الحسين وادعوا الله سبحانه وتعالى بمظلومية المولى أن يقضي لكم حاجاتكم وأن يغفر لكم ذنوبكم وأن يرزقكم زيارة المولى سلام الله تعالى عليه. في الختام إن شاء الله غدا أكمل معكم هذا المشوار، مشوار الحسين سلام الله تعالى عليه. وفي الختام أقول: اللهم بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة، ولا تنسوا دائما وأبدا أيها الأحبة أن الحسين سلام الله تعالى عليه يوحدنا. أراكم يوم غد بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.